الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق امرأة من نسائه؟ نعم، قيل إن سبب نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنها، ثم إن الله أمره أن يرجعها، وأنها صوامة قوامة، وأنها زوجته في الجنة، فأعادها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني راجعها. نعم.